في مستهل هذه الحلقة سؤالان من المستمع خالد بن علي مقيم بسلطنة عمان، يقول في سؤاله الأول: عندي جهاز التسجيل، وذات يوم أدخلت فيه شريط قرآن كريم للاستماع، وبعد فترة قصيرة ذهبت إلى المسبح كي أستحم، فهل يجوز لي سماع القرآن الكريم وأنا أستحم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد. فلا مانع من سماع القرآن من صوت خارج الحمام، ولا تدخل المسجل والصوت في الحمام، وإنما يكون خارجا عنه، ولا مانع أن تستمع إليه وأنت في الحمام. نعم.